يعني الصورة هنا وسط قطاع غزة، عمليات قصف مدفعي يعني يقوم بها الاحتلال في هذه الأوقات في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح. قبل قليل كان هناك قصفا جديد من قبل مدفعيات الاحتلال يستهدف المناطق الشمالية الشرقية لمدينة دير البلح، إضافة إلى أنه سجل خلال ساعات هذا اليوم أيضا عمليات قصف مدفعي من قبل المدفعية في المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. لم يسجل أي غارات على صعيد وسط القطاع منذ الليلة الماضية حتى هذه الساعة، لكن بطبيعة الحال كان هناك تطورات ميدانية على الأرض. الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق المحاذية لجسر وادي غزة، إضافة إلى أنه قصف كذلك محيط شركة الكهرباء ومنطقة المخيم الجديد إلى الغرب من النصيرات. كان هناك كذلك عملية تقدم يعني لعدد من الآليات الإسرائيلية من منطقة نت سارين باتجاه منطقة جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين. تمركزت هذه الآليات قرب موقع للشرطة الخاصة، الشرطة الفلسطينية، ما هو موقع معروف وعنوان جغرافي في تلك المنطقة، وبالتالي وصول هذه الدبابات لتلك المنطقة هو للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة. كانت عملية التوغل مصحوبة بعملية إطلاق نار من قبل الدبابات الإسرائيلية وأيضا الطائرات المروحية التي دخلت الأجواء وقامت بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه الأراضي الزراعية وباتجاه أيضا حي الزيتون، تزامنا مع تواجد لعدد من المواطنين في تلك المنطقة لحظة يعني بدء تحرك قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات، وعددها 7 شاحنات تحركت باتجاه مدينة غزة، لكن توقفت لساعات قرب منطقة وادي غزة بفعل عمليات إطلاق النار المباشر باتجاه هذه الشاحنات بالحقيقة قرب منطقة جسر وادي غزة، وكذلك ما دعاهم للوقوف لساعات قرب منطقة الجسر، ومن ثم سمح الاحتلال الإسرائيلي لهم بالدخول عبر محور نت سارين باتجاه منطقة مدينة غزة وشمالها. عدد الشاحنات هي 7 وقد وصلت لمدينة غزة وشمالها وفقا للمعلومات التي وردت. كان هناك أيضا عملية استهداف من قبل المقاومة الفلسطينية للمواقع العسكرية المتاخمة على الحدود الشرقية لوسط القطاع. كان هناك يعني إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه المواقع العسكرية الموجودة إلى الشرق من مدينة دير البلح، إضافة إلى أنه سجل لأول مرة منذ بداية يناير عملية إطلاق للمنظومة الحديدية وهي القبة الحديدية التي حاولت اعتراض صواريخ المقاومة في ساعات من مساء أمس. أطلقت المقاومة رشقة باتجاه منطقة نتيفوت ومنطقة نيريم وكذلك المناطق الشمالية لقطاع غزة، عسقلان وكذلك منطقة سيدوروت. كانت هذه هي بطبيعة الحال وفقا لبيان سرايا القدس يعني تبني واضح لها، إضافة إلى يعني عملية إطلاق عدد من القذائف، قذائف الهاون باتجاه تجمعات للجيش في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة أو مدينة دير البلح عفوا. وصل أيضا 2 من الشهداء منذ أمس حتى يعني صبيحة هذا اليوم وهو من محافظة خان يونس، ويتم منذ ساعات صباح هذا اليوم عملية تجهيز الجثامين ونقلهم باتجاه محافظة خان يونس لإتمام مراسم مواراة ثراهم هناك. عمليات إطلاق النار هي في المناطق الجنوبية الجغرافية وهي ما بين دير البلح ومنطقة خان يونس، فيما لم تسجل أي غارة منذ ساعات الليلة الماضية كما أسلفت هنا وسط قطاع غزة. وبطبيعة الحال هذا لسان حال الناس هنا، أن يعني يعم الهدوء على كافة مناطق القطاع وأن يعود هؤلاء الناس لمنازلهم ويعمروا منازلهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وهذه بطبيعة الحال آمالهم وطموحاتهم، وعينهم تترقب الجلسات، جلسات الصفقات والمفاوضات تنوعا.